السلام عليكم. الفيديو ده هنشرح فيه الكرين لودز، هوضح المكونات الأساسية للكرين أو الأوناش، الأحمال، طريقة حساب الأحمال الناتجة عن الكرينز، وتأثير الأحمال أو تأثير الكرين على أحمال المين ستراكتشر إليمنتس اللي هي الفريم أو التروس. الفيديو ده هيبقى جزئين، الجزء الأول هبقى بحسب الأحمال أبروكسيمت وتأثيرها على الستركتور بتاعي عشان أعملها في موديل ساب 2D، أخد تأثيرها على المنشأ بتاعي. في الجزء الثاني هشرح بالتفصيل طريقة حساب الانترنال لودز للكرين جيردر، وتأثيرها هيبقى عامل ازاي على التروس او الفريم، بس ان ديتيل شوية، وبالإضافة اللود كيسز. طيب نبدأ الأول ب الكرين. نتكلم عن المكونات الأساسية. أول حاجة عندي هي الترولي، وده اللي بيبقى فيها الموتور اللي بمسؤول عن رفع البضائع. مثلا هنا ده الهوك أو الخطاف اللي بيبقى بيتحمل فيه الكيبلز ويتحمل فيه البضائع اللي أنا هرفعها أو الإليمنتس اللي هشيلها. زي ما أنا شايف كده إن الترولي ده مسنود على عجلتين، الوينش بتاعي مسنود على عجلتين، ادي اول عجلة وادي تاني عجلة وادي الاكس بتاعه. في الداتا شيت بتاعتي بيجي يقول لي السبيسنج اللي ما بين العجلتين دول ايه. طيب الكارجو دي ساندة على حاجة زي البيم كده، البيم دي اسمها كرين بريدج. الكرين بريدج ده اخره مسنود على عجلتين تانيين، هي دي، ادي اول عجلة وادي تاني عجلة، ادي اول عجلة وادي تاني عجلة. يبقى الكرين بريدج مسنود على تو ويلز تانيين، التو ويلز دول الشكل ده كده هيبتدي اخده واركبه عندي في المصنع. طب تعال نشوف الكلام ده ازاي بيبقى متركب عندي في المصنع. ده شكل فريم بعد ما ركبنا فيه الكرين بتاعتي، ادي الكرين بريدج زي ما اتكلمنا، وادي الكرين بريدج، ادي الترولي او الكارجو، وادي الهوك، ادي العجلة الاولانية والعجلة التانية، وادي العجلة الاولانية والعجلة التانية. طيب الكلام ده محطوط على ايه؟ محطوط على قضيب صغير هنا، القضيب ده متركب على بيم، سيمبل بيم من هنا لهنا. البيم دي اسمها، دي كده اسمها كرين جردر، ودي اللي انا هصممها الكرين جردر. حلو. طيب اللودز بقى اللي عندي ايه هي وبتتنقل ازاي؟ تعال نشوف الميكانيزم بتاع حركة الكرين جوه الستراكشر بتاعي. كرين جيردر دي مسنودة على كانتليفر صغيرة قوي بنسميها براكت، ودي طولها بيتراوح من نص متر إلى متر. طب نرجع لنقطة الميكانيزم بتاع الحركة. نفترض إن أنا عايز أنقل إيليمنت من هنا، عايز أنقل حاجة من هنا وأوديها هنا، هعمل إيه؟ أول حاجة البريدج، كرين بريدج بتاعي اللي هو ده كرين بريدج، هيبدأ يتحرك معايا كده لغاية لما يوصل في نفس المستوى بتاع او نفس البلان بتاع الالمنت. بعد كده يتحرك الكارجو او الترولي تقف فوق الالمنت اللي انا عايز اشيله، ينزل الهوك يلقط الحاجة اللي انا عايزها،
بعد كده يرجع يتحرك تاني الكرين بريدج بتاعي لغاية لما يوصل للمستوى التاني اللي أنا عايز أنقل فيه، وترجع الترولي للنقطة اللي أنا عايز أنقل فيها وتنزل بالهوك. جميل، يبقى كده ده كده الميكانيزم اللي بتنقل. يبقى كده الأحمال اللي عندي اللي بتأثر على المين إيليمنت بتاعي اللي هو سواء كان تروس أو كان فريم، إيه هو؟ أول حاجة عندي هي الديد لود. ايه الديد لود؟ الديد لود هو وزن الكرين جيردر، الوزن بتاعها ده وزن الكرين جيردر نصها هيروح على الفريم ده ونصها رايح على الفريم التاني. تمام. تاني حاجة، وده بنفرضه الاون ويت بتاع الجيردر سي مثلا 0.2 تون بير متر رن. نيجي هنا تاني حاجة هي الموفينج لود، الحمل المتحرك. الكرين جيردر بتاعتي اللي هي هنا الاليمنتال ستراكشر بتاعي حاسس بايه؟ حاسس بعجلتين بيتحركوا عليه. شايف ادي الكرين جيردر بتاعتي اللي بالاحمر، حاسة بعجلتين بيتحركوا عليه. طب هو الوزن بتاع الحاجات اللي اتعلقت هنا اتنقل ازاي للكلام ده؟ سيمبل بيم عادية نقلت الرياكشنز بتاعها هنا وهنا، الرياكشن نزل اهو، ادي اول رياكشن وادي تاني رياكشن على مكان الويلز بتاعتي، والويلز نقلتها على الكرينجرد. بقى عندي كأني تو كونسنتريتد لود بيتحركوا على الكرينجرد. يبقى ده الموفينج لود، وده عبارة عن ايه؟ موفينج لود لو احنا رسمنا البيم اهي في نفس البلان بتاعها سيمبل سيمبل بيتحرك عليها عجلتين، ادي العجلة الاولانية وادي العجلة التانية، في سبيسنج ما بينهم، وده انا بعرفه على حسب الداتا شيت بتاعتي اللي انا جايب الكرين اللي جاي مع الكرين، و بقول مثلا ان اللود ده بي واللود ده بي. فده اول حاجة الموفينج لود، وده بيبقى على الويلز نفسها. اللود رقم 3 وهو حاجة اسمها lateral shock. خلي بالك ان ده موتور البريدج، وهو بيتحرك الويل دي بتقعد تفايبريت وتخبط في القضبان، نفس فكرة ايه السكة الحديد بالظبط. نتيجة حركة الويل دي القضبان وتخبطها في القضبان فبتخبط في الكرين. الخبطة دي بالنسبة لنا كستراكتشر انجينير هي لود لاترال، سواء بقى جاي يمين او شمال هو لود كده لاترال. طيب قيمة اللود ده كام؟ بناخده 10% من الويل، يعني لو دي كانت بي ودي كانت بي فدي هيبقى 10% من البي. وطب في اي مكان بالظبط البوينت لود ده هيبقى في اي مكان، او كونسنتريتد فورس دي في اي مكان؟ في نفس مكان الويل، لان مع خبطة الويل بيظهر لي اللاترال تشوك. حلو، يبقى هنا اهو عندي البي اوفر 10 وبي اوفر 10، وما ننساش نضيف معايا الاون ويت اللي هو الديد لود، الاون ويت بتاع الكرين جيردر نفسها. حلو، رابع حاجة وهي البريكنج فورس. دلوقتي لما اتحرك عمل لي لاترال وعمل لي موفينج لود، ولو واقف عمل لي موفينج لود برضو، اول ما يبتدي يقف هتلاقي ان الفرامل اللي متركبة في الويلز بتمسك جامد على الويلز بتاعتي عشان تمنعها، فيبتدي يحصل فريكشن، فيبتدي يولد لي لود اكزيال يعني في نفس اتجاه البيم، ودي بتبقى نورمال فورس. طب قيمتها كام اللود اللي هي جاية كده؟ بنعتبرها في الاغلب كومبريشن. قيمتها كام؟ هي 7/10 من الموفينج لودز اللي بتاعتي.
يعني مجموع بي دي وبي دي 7 من 10 منهم هيديني لود كده. يبقى ده كده الفكرة العامة بتاعة تأثير الأحمال وأنواع الأحمال اللي عندي. ده ديد لود. الأحمال دي طبقا للكود المصري للأحمال تعتبر لايف لود. تعالوا ناخد اكزامبل بسيط كده. ادي الاليفيشن بتاعي من سيستم عندي هو فريم. جميل. ادي البراكت وادي البراكت وعندي ايه كمان. ادي الكرين جيردر ده لما انا ابقى واقف في الوش. تعال نبص كده. ده وانا واقف هنا وببص هشوف نكمل. انا عندي هنا البراكت ده المين ستراكتور بتاعي وده الكرين بريدج وادي الترولي. قال لي السبيسنج ما بين العجلتين بتوع الترولي نفسهم 2 متر والسبيسنج ما بين العجلتين اللي هيبقوا هنا اللي هما لاترالي كده هتبقى 2 متر برضو. بيقول لي الكرين لود وزن الكرين بالكاباسيتي بتاعته بكل حاجة 10 طن. حلو. السبان بتاعي 11 متر. طول البراكت 0.5 متر. بيقول لي ان السبيسينج ما بين التراس او الفريم والتراس اللي بعده هي 5 متر اللي هي الباي لينث 5 متر. جميل. نبدأ نشوف الأحمال بتاعتي أحسبها إزاي. أول حاجة هندرس إيه الكرين بريدج. دلوقتي الترولي بتاعي ده بيتحرك. الترولي ده بيتحرك يمين وشمال على الكرين بريدج. أوقفه فين بالظبط بحيث يطلع لي ماكسيمم رياكشنز اللي هو ماكسيمم لود يتنقل من الويل على الكرين جيردر. يبقى انا محتاج ارسم انفلونس لاين. طيب من الانفلونس لاين لقينا لما يكون عندي سيمبل بيم وباللوجيك برضو انك لو وقفت الكرين لو عندك تو كونسنتريتد لود وقفتها واحد منهم على السبورت بتاعك. ما هو الكرين جيردر تعتبر سبورت للكرين بريدج والبراكت يعتبر سبورت للكرين جيردر. يبقى الماكسيمم فورس رياكشن تطلع لي هنا لما اوقف الكرين جيردر تبقى واقفة كلها عليه. تعال نشوف كده. يعني انا دلوقتي عايز اطلع ايه. عايز اطلع ماكسيمم لود اون wheels on the crane girder. يعني انا عندي ادي الكريم بريدج بتاعي. طب السبان ده بتاع الكريم بريدج كام؟ هل 11؟ لا، هشيل ال 0.5 واشيل ال 0.5 فيبقى السبان بتاعي ده 10 متر. حلو. العجل هوقفه فين اللي هو مسافته 2 قلنا عشان يطلع لي أقصى قيمة. هعمل ايه؟ هوقف عجلة هنا وأوقف العجلة التانية بتاعتي إجباري لأن المسافة ما بينهم 2 متر. ترولي نفسها وقت واقفة هنا. طيب هو مش ده قال لي 10 طن فيبقى هنا عندي 5 طن وخمسة. دي طريقة approximate. أنا عارف إن ممكن ما يكونش واضح هنا ال dead load إزاي بس أدي 5 طن وأدي 5 طن الموفينج.
عشان اطلع، يبقى المسافة اللي باقية لي من هنا لهنا كام؟ 8 متر. نفترض ان ده ايه اللي هو الكرين ده، وده بي اللي هو البراكت ده، يبقى انا عايز ماكسيمم رياكشن هيطلع لي هنا ار اي، وده هيطلع لي مينيمم رياكشن. احسبه ازاي؟ سيجما المومنت حوالين بي بتساوي زيرو، يبقى 5 × 10 بلس 5 multiplied by 8 minus ال RA في 10 متر. الكلام ده بيساوي زيرو، هلاقي ان ال RA بتاعتي طلعت 7، طلعت 9 tons. سيجما فورسز في الواي، هلاقي ان RB هتطلع معايا 1 طن. جميل. يبقى ده ايه؟ يبقى ده ماكسيمم لود جاي على العجلتين اللي ماشيين على الكرين جيرتر. حلو. الخطوة التانية، انا عايزك تطلع بقى كل ده. انا عايز اوصل ايه؟ عايز اوصل تأثير الكرين على الفريم الاساسي بتاعي. انا نقلت دلوقتي الحمل بتاع الترولي، جبت اقصى حمل موجود على البيم الكرين هنا، وعايز اجيب اقصى حمل موجود على الاليفيشن. قلنا اللود اهو ماشي من هنا متحمل على ده، وده متحمل على ده، وبعد كده ده. فانا عايز اجيب الماكسيمم رياكشن او ماكسيمم فورس هنا. يبقى انا عايز اجيب ماكسيمم لود on bracket for the frame. يبقى انا عندي هنا simple beam اللي هي ايه بقى المرة دي؟ دي هي ايه دي؟ ده كده هو الفريم رقم 1 مثلا، وده كده فريم رقم 2، ده البراكت بتاعه وايه البراكت بتاعه. طب ودي ايه؟ دي كده الكرين جيردر. طب اللي كانت في الخطوة اللي فاتت كانت كرين بريدج. حلو. نفس الكلام، عندي عجلتين هوقفهم فين بالظبط عشان اطلع ماكسيمم رياكشن على الفريم اللي انا هصممه عشان احطه بعد كده على السات دي؟ يبقى هوقف عجلة هنا على السبورت زي ما اتفقنا، والعجلة التانية على بعد المسافة ال 2 متر بتاعتي. السبيسنج ده انا مجبر عليه، قلت هنا عندي سبيسنج، في سبيسنج تاني جوه اللي هو العجلة دي والعجلة اللي ورا، 2 متر. قيمته كام بقى؟ هو مش ده نقل 9 طن؟ يبقى ده هيشيل 4.5 tons وده هيشيل 4.5 tons. العجلة دي هتشيل 4.5 تون والعجلة التانية هتشيل 4.5 تون. يبقى الماكسيمم رياكشن اللي هو هيطلع لي هنا اللي هو يبقى اسمه R1، ده طبعا مينيمم رياكشن مش عايزه اصلا، R2 انا عايز R1. يبقى الماكسيمم رياكشن R1 سيجما المومنت ات 2 بتساوي 0، فيبقى عندي 4.5 مضروبة في الديستنس دي كلها من هنا لهنا 8، يبقى في 10 زائد 4.5 في 8 ناقص R1 في 10، الكلام ده بيساوي 0. طلع لي R1 طلعت 7.2 tons. ده ايه بقى؟ ده اللود اللي اتنقل لي، ده الرياكشن اللي اتنقل لي او اللود اتنقل لي كونسنتريتد فورس جاي على البراكت من هنا. يعني لو ده كده السنتر لاين بتاع البراكت بتاعي، ده السنتر لاين بتاعي، فجاي لي عند الطرف بتاعه كده كونسنتريتد لود. هو ده اللي انا عايز اوصل له، لان هو ده لما هعمل الموديل على الساب هقدر احط اللود بتاعي كده.
يبقى انا كده طلعت الماكسيمم موفينج لود. طيب هو انا مش قلت ان ده كده بالنسبة للموفينج لود طلعت ان القيمة بتاعته 7.2 طن كونسنتريتد جاي كده. تاني حاجة هي اللاترال لود هيبقى جاي ازاي، قلنا هيجي بالمنظر ده. لاترال قيمته كام؟ بي على 10، يعني 7.2 على 10 يعني 0.72. تاني الجزء ده اللاترال لود اللي طلع 0.72 تونز جه منين؟ ادي الكرين جيردر بتاعتي، وادي البراكت، وادي الفريم الاولاني، وادي الفريم التاني، ادي براكت وادي براكت، اللي هو يعتبر سيمبل بيم ويعتبر سيمبل بيم. مش قلنا لما انا هوقف الويل بتاعتي كده عندي حركة لاترالي هتيجي قيمتها كام؟ هي 10%، لو ده بي ولو ده بي فده هتبقى 10 وده هتبقى 10%، 0.1 و0.1، يبقى الرياكشن اللي هيطلع لك هنا هتاخد منه 10% اللي هو كام؟ 0.72. يبقى انا كده لقيت اللودز اللي هنا. طب فاضل حاجة كمان هي البريكنج لود. طب البريكنج لود ده انا هاخده ازاي؟ هيبقى المفروض ان هو لود داخل perpendicular على المستوى ده داخل لجوه هنا. طيب لو انا حطيت اللود ده على الكانتليفر او البراكت ده هيولد لي مومنت عكسية تتحط على الفريم، والفريم مش قوي في البلان العمودي اللي عليه او التراس. لو ده كان تراس اتفقنا ان التراس ستيف وقوي في البلان بتاعه، لكن في البلان البربنديكولار عليه هو ضعيف، فانا مش هقدر اشيل الحمل بتاع البريكنج اللي هو هيجي من هنا كده اللي هو قيمته سيجما بي على 7، مش هقدر اشيله للفريم. طب ايه اللي هيشيله؟ هتشيله الكرين جيردر نفسها، فتبقى معرضة للمومنت وتبقى معرضة لاكسيال لود. او لو ده قريب قوي من الاسترات ففي استرات بتتحط هنا بتشيل معاه، الاستراتس هي اللي بتاخد اللود ده وتنقله، لكن الفريم نفسه كده ما بيشيلوش. طب قيمة البريكنج لود كام؟ سيجما البي على 7. هي السيجما البي اللي هي كام؟ التسعة بتاعتي على 7 طلعت نيجاتيف 1.2 8 تقريبا. نيجاتيف 1.28 تونز. أولا ودي مش هتتحط على الفريم بتاعي. حلو، يبقى كده لما أنا أجي أشتغل، لما أنا أجي أشتغل بقى في الساب وعايز أحط الأحمال بتاعتي هيبقى عندي سي مثلا ده الفريم او التروس المين اليمنت بتاعي، ادي البراكت وادي البراكت، عملته على الساب 2D هنجد هنجد. تأثير الكرين عشان اخده هيبقى عبارة عن تو كونسنتريتد لود، شكلهم ايه اهو، ادي كونسنتريتد لود هنا قيمتها 7.2 تونز وهنا 10% منها 0.72 tons. طب والناحية التانية؟ الناحية التانية المفروض ان انا اعمل نفس الكلام ده بس اخدها رفلي كده. مش ده كان نتيجة التسعة، يبقى هنا كان الواحد بتاعي الواحد طن، يبقى هنا هيتنقل لي ايه؟ ال 0.1 طن. الكيس دي لما كانت الكرين بتاعتي واقفة هنا، لما كانت الكرين واقفة هنا يعني ايه؟ يعني الكرين لفت
سميت الكيس بتاعتي دي كرين ليفت. لو الفريم او التروس بتاعك سيمتريك ففي الويند والكرين انا يكتفي بناحية واحدة. طب لو ان سيمتريك زي الكيس اللي عندنا في البروجكتس، ساعتها هعمل ايه؟ هعمل كيس ليفت وكيس رايت. ده كده البراكت وده كده البراكت التاني. عندي ده هيبقى الواحد وده هيبقى ال 0.1 تون، وهنا هيبقى ال 7.2 تونز، وهنا هيبقى ال 0.72 تونز. وهسمي الكيس دي كرين رايت. طيب يبقى كده اللود كيسز اللي هتتحط عندي في الساب، او لو هحل الفريم او التراس ده مانيوال، هتبقى ايه؟ اول كيس هي الديد لود بتاعي، تاني كيس هي اللايف لود، تالت كيس هي الويند ليفت، رابع كيس هي الويند رايت، خامس كيس هي الكرين ليفت، سادس كيس هي الكرين رايت. يبقى دي الستة كيسز، نقسمهم من هنا لهنا يعتبروا برايمري لودز، فداخلين ناحية كيس اي، ومن هنا لحد هنا ده برايمري وسكندري لودز هتعتبر في كيس دبل اي. طيب هو الفريم بتاعي ده او التراس بتاعي ده الديد لود بتاعه، الاون ويت بتاعه، واللايف لود قلت لو في عندي ناس او فرنتشر جوه بالاضافه الى اللاترال شوكس مثلا، والويند لود يبقى المنشأ بتاعي ممكن يحصل له كيس كده، كيس 7 بقى لود كومباينيشنز اسمها ايه؟ ديد زائد لايف بس كيس 8. ممكن يبقى عندي ويند كمان، ديد زائد لايف زائد ويند ليفت 9. ممكن ما يبقاش عندي لايف ويبقى عندي ويند على ديد زائد ويند ليفت. ممكن ما يبقاش عندي ويند وممكن ما يبقاش عندي لايف لود ويبقى عندي كرين معايا، يبقى ديد زائد الكرين. وممكن يبقى ديد زائد كرين زائد الويند، خلينا بس الكرين دي كرين ليفت، كرين ليفت الويند ليفت. وممكن يبقى ديد زائد لايف زائد كرين ليفت زائد ويند ليفت. خلي بالك ان الكيس دي مع كيس اي والكيسز دي كلها مع كيس دبل اي. وقلنا بجيب الكريتيكال، لو انا في التراس بجيب الكريتيكال بوزيتيف والكريتيكال نيجاتيف على كل element عندي، وبعد كده بشوف انا هصمم على اني كيس، كيس 2 ولا كيس 1، عن طريق الكومباريزون اللي هي النسبة 20% 1.2، أقسم كيس 2 على كيس 1 لو طلعت 1.2 ودي اتشرحت، وأبتدي أطلع كل ممبر عليه critical tension قد إيه و critical compression قد إيه من اللود كيسز. كل اللود كيسز دي هتتكرر برضو بس مع الويند رايت والكرين رايت، فهيبقى عندك حوالي دول كده 12، وزود عليهم 5 كمان يبقى عندك 17 لود كيس تعملها على الساب. وفي الاخر هتقول له انفلوب، فالانفلوب هيجيب لك الماكسيمم بوزيتيف لود والمينيمم او اللي هو ماكسيمم نيجاتيف لود، حاجة اسمها الانفلوب. تمام.